نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت أبدا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وصفينا محمدا صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار وحالها وحال أهلها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا جاء في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا، ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها لنا يا رب العالمين، يا كريم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، يقول عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. إخوتي الكرام، ليس على وجه الأرض أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على وجه الأرض من مشى وكان أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التكريم الإلهي لم يمنعه من أن يذوق سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. قال له الله عز وجل وهو يهيئه ليوم فراق الدنيا، سيد العالمين يخاطب رسول الله، يهيئ رسول الله ليفارق الحياة ويفارق أمته التي طالما رباها وعلمها صلى الله عليه وسلم. فقال له عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. قشك محمد تنفذ يا رسول الله حتى يدكيك ويتغيس مرأته. هذا حكم الله في عباده، هذا حكم الله في عباده، وهذه سنة الله في خلقه. حتى جاءت إخوتي الكرام السنة العاشرة للهجرة، المليتس السنة العاشرة للهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليقوم بمناسك الحج، ليؤدي مناسك الحج، وحوله آلاف مؤلفة من الصحابة. افر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من المدينة إلى مكة، حمل إدى فريضة الحج، وكس كس الآلاف المؤلفة من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. رسول الله راكب الناقة، إن يخلد صلى الله عليه وسلم إخزاء الجموع كسيوان الآلاف من الصحابة. يتذكر ذلك اليوم الذي قدم فيه إلى المدينة، لم يكن معه إلا أبو بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إخزاء أسر الرسول صلى الله عليه وسلم، يتفكر نعم اللي تسي تراني السن، نعم إذا ريد غنك في جموع من الصحابة الآلاف المؤلفة.
وفي يوم عرفة، وكان يوم الجمعة، وقبل غروب الشمس نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا استشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجله قد دنا، قد اقترب صلى الله عليه وسلم. بكى عمر بكى، يروى عمر رضي الله عنه، قيل له: ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله: الشيء إذا تم نقص، الشيء إذا تم نقص، وما بعد التمام إلا النقصان. إخوتي الكرام، حشرات كمل، ماذا ننتظر؟ ننتظر النقصان، ننتظر النقص. إنسان قبل يوم السن يقهر النص، يقهر السوشن، يهجين المشن، الدراسة تقهر، من تعيين إخوتي الكرام؟ لا ينتظر إلا النقصان، يترجى إلا الضعف فقط، لا تأتي القوة، بعد القوة يأتي الضعف. قال العلماء: تزيد من بنقص هذا الكلام. إنسان قبل يشعر بأنه قوي، أن يطلع الضعف. هذه سنة الله تعالى في الكون، وما بعد الكمال إلا النقصان. الكمال هنا هو كمال الدين، قد أتم الله تعالى هذا الدين. وما النقصان إخوتي الكرام؟ هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد الكمال إلا النقصان. فبكى عمر واستشعر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين ورسول الله يودع أصحابه يوما بعد يوم، يودع أصحابه صلى الله عليه وسلم ويهيئهم لفراقه، استعدادا بشكل نفاق صلى الله عليه وسلم. ولم يعيش رسول الله بعد هذه الآية إلا حوالي 3 أشهر فقط، يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 3 أشهر فقط. ثم في اليوم الثاني من أيام التشريق، يسمى استتيال نهار العيد تبشر فهو الشمس، نزلت سورة قوله تعالى، سورة النصر. قال فيها الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة فهمها أبو بكر وفهمها عبد الله بن عباس، استشعر وعلموا بأن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب. هكذا كانوا يفهمون القرآن رضوان الله عليهم. وأثناء قيام النبي صلى الله عليه وسلم بمناسك الحج، اسمع ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال لهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم مشاكل الحج، ربما وليت في شمع مغنيتي، ربما آخر لقاء بي معكم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يودع الصحابة، وكان يودع الدنيا، وكان يودع مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أبو بكر وعبد الله بن عباس أنه قد وحي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة على الجلوس معه، إذ قال: سنقلك لي شوي. فقال لهم ذات يوم رسول الله، قال لهم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم يتمنى أن يراني فيه ثم لا يراني. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كبير، قد يسجن هذا لازم ليه خزاب وليه مشزفون. هكذا كل من أحببته ستفارقه، كذلك الوالدين مش أخي الكائن، كذلك الوالدين مش قد كسن شوي خزار سنقوم به. فالنظر إلى وجه والديك عبادة، خزار يسن أجلس شنها والله لن تجدهما أمامك، سيأتي يوم وأنت تتشذل، حتى وإن كنت تريد أن تراهما فلا تجدهما أمامك. هذه سنة الله تعالى، أحب من شئت فإنك مفارقه.
احمل من شئت فانك مفارقه، حب واغفر. اتفاقنا اتفاقنا يوم من ايام الدنيا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع معاذ بن جبل، يودع معاذ بن جبل صحابي جليل رضي الله عنه، يرسله الى اليمن، ارسله الى اليمن ليعلم اهل اليمن دينهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث كلها صحيحه، يا معاذ لعلي لا القاك بعد عامي هذا. ان سير معاذ فربما وجدت سرقي ان شاء الله ونعاما. يا معاذ لعلي لا القاك بعد عامي هذا، وترجع الى المدينه، ان الدور في اليمن، وترجع الى المدينه فتمر على قبري ومسجدي وتتذكرني. ان سلطه الدور اتكث منهم أتكد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأنه سيأتي ولا يجده حيا صلى الله عليه وسلم. ثم ذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، كل هذه الأحاديث ورسول الله يعلم الصحابة ويهيئهم استجابهم للنار الضيفاء، لأن السر رسول الله نار الضيفاء يوم عصيب، يوم جلل، خطب الجبل سينزل بالأمة بأكملها. فقال رسول الله لأحد الصحابة اسمه مويهبة، أبا مويهبة، فقال له تعال يا أبا مويهبة، تعال معي نخرج إلى البقيع، إن سوف نفطر نحن البقيع أو نفطر نحن نظرا من ينظر الصحابة رضوان الله عليهم. فلما وصل قال يا أبا مويهبة إن الله قد أمرني أن أستغفر لأهل البقيع. النسخة سيدات بن يمارين النسخة استغفاء الأموات المقابر أهل البقيع. يا أبا مويهبة إن الله قد خيرني بين مفاتيح كنوز الدنيا والخلود فيها وبعدها الجنة، ثم خيرني يا أبا مويهبة وأن ألقى الله تعالى الآن ثم الجنة، فاخترت لقاء الله والجنة. إن يا أبا مويهبة إن قصد في العالمين خياري، شوف الله عز وجل يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فجاءه جبريل قال له يا محمد إن ربك يخيرك بين أمرين، بين أن تكون خالدا في الدنيا ثم تموت وتدخل الجنة، أن تموت الآن وتدخل الجنة. فقال يا أبا مويهبة فقد اخترت لقاء الله، اخترت لقاء الله وأن ألقى الله تعالى فاخترت أن ألقاه. فقال له الصحابي الجليل، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم المسكين، لا يموت الناس، يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديتك بأمي وأبي يا رسول الله، أبشر والدي وأبشر إخفين وأبشر أموالي وحمد قيمة الدار يا رسول الله. فقال له اختر كنوز الدنيا ثم الجنة، اختر يا رسول الله كنوز الجنة ثم كنوز الدنيا ثم الجنة. إذا سيخلع الدنيا هما كتقيم يا رسول الله، اخلع الدنيا هما كتقيم ثم تدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء الله ثم الجنة. إن يا أبا مويهبة اختار صفي اختار اختار لقاء الله، سأموت وأنتقل إلى جوار ربي. وفي يوم الاثنين 29 من صفر من السنة 11 للهجرة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس بالألم. 29 من صفر سنة 11 للهجرة يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يكتشف الألم، فيزداد الألم شيئا فشيئا إلى أن يتمالك شوي شوي. ويوم رجع من البقيع من دور البقيع الزيارة إلى المقابر رجع ودخل على عائشة، فوجد عائشة تقول ورأسار خلاص أزجفه يا رسول الله، اتقسي أزجف يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسار. إن سيدي الأزهر يا عائشة حريق لي الجنش، من الأزهر يا عائشة من دي الجنش أزهر من قام حريق لي الجن، والله بل أنا والله يا عائشة ورأسار لو علمت ما بي من ألم في رأسي. فبدأ المرض يزداد على يوم بعد يوم. ولما كانت ليلة ميمونة
توما الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يدلس غير الزوجة، لكن مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك 9 زوجات بعده صلى الله عليه وسلم يشد ساعة الغالب. وكنا يتحق كل جيل كان يعدل، كان يعدل رسول الله بين أزواجه. أجل شنو اللي تكذن تبغاني اللي يشتم سنة يشتم وتزار 10 سنين 20 سنة لا هي مطلقة ولا متزوجة قاش تقدر تعدد تعدد وهي من شرف الكريم. رسول الله تواس 9 فكان يعدل بينهن جميعا في كل شيء. في هذه الليلة أحسسنا في مغارب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله علينا، وشد بأن رسول الله يخسر راح أدي راح بيت عائشة رضي الله عنها، فاستأذنهن فأذن له اتلست الإذن مشي انتسب إذن، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة إلى بيت عائشة، حمله علي رضي الله عنه والفضل بن العباس رضوان الله عليهما جميعا. فلما وصل إلى بيت عائشة قال لهم أهرقوا علي 7 قرب من الماء. الناس بتعرف توقف في يمن ولا يستمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسك الحمى والألم. الناس بتعرف توقف في 5 شو نسمي 5 يحمل ومن نيره قد ومن يخص فاضل صلى الله عليه وسلم ألمن يؤذن يسمعين ناس كفاء الناس كفاء صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى أصحابه إلى المسجد ثم أمر أن يجمع له الناس ثم الصحابة الناس مجتمع فجمعوا في المسجد وقال مخاطبا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني فرة لكم أيها الناس إني فرة لكم. قال قزاهم أذو الزا أذحفى لقاء الله سبحانه وتعالى إني فرة لكم أذو الزا وأنا شهيد عليكم سأشهد على إيمانكم يوم القيامة وأعمالكم يوم القيامة وإن موعدكم الحوض. أمس القى الحوض أمس القى يوم القيامة الحوض وإن موعدكم الحوض وإني والله ناظر إلى حوض الآن إنسان والله قزار للحوض نرخو قزار ليس الخو لذي أمس القى بل أكون في التوحيد بل أكون في السنين بل أكون في الدين موعدنا الحوض ولكل نبي حوضه وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمها وأطيبها صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم والله ولكني لا أخشى عليكم والله ما الفقر أخشاه عليكم قال جبرة للفقراء والله لا أخشى عليكم أيضا أن تشركوا بعدي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أدور المشركين بعدي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الإيمان قد تمكن من قلوبهم. قال لهم ولكني أخشى عليكم الدنيا إسحس بإذن الله صلى الله عليه وسلم إنس ولكن بخو الدنيا كيف يا رسول الله أن تتنافسوها فتقتتلوا فتهلكوا إنس بخو مصر تعب الدنيا أتهمت من الأنخاس أتهمت من مرة. هذا ما كان يخشاه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعت الأرحام وملئت المحاكم وسفكت الدماء مر منايا الدنيا يا أخوتي الكرام مر منايا الدنيا وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. إن سلطة الله بالعالمين استخنى إجل العبد من عباده بين الدنيا أو أن يقصر بالعالمين من نسيب الجن السجن خاء فاختار ما عند الله. إن يختار هنا بكى أبو بكر الصديق لم يسرى أبو بكر الصديق أولا يدرو صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم. فقال سعيد الخدري راوي الحديث إن رجل صحابي إن المغز ما بال أبا بكر يبكي من يوم أن أبا بكر يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد خيره الله ولكن من يكتب أبو بكر الصديق. لكن أبو بكر فهم أن العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خير فاختار هو الذي سيبقى الله وحق له أن يبكي حق لأبي بكر الصديق أن يبكي والله
رفق أعز الناس تقول لي إسلام ويبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ناضي كيس دي وسلم قبريد أزون خسد من انتقر كيس تقول كيس دي الغار حق له أن يبكي وحق لجميع الصحابة أن يبكون أن يبكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حبيبهم أحبوا رسول الله حبا أشد من أنفسهم ومن أولادهم ومن آبائهم ومن الدنيا وما فيها. فهم أبو بكر الصديق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فديناك ألك شمار للمال بعزنا الآباء الأمهات الأموال الأنفس حتى مجدد يا رسول الله أكيد أخكم يا رسول الله. فرآه يبكي فقال له رسول الله لا تبكي يا أبا بكر لا تبكي يا أبا بكر ويدوش يا أبا بكر اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيها الناس إن أمن الناس علي من ماله وصحبته أبا بكر الناس كوا يدوش النش يقدر يرجع زقوم يتسلم سل أول نص المين رأس المرة أمش له أبا بكر قال مرة يريد ينخط إلا أبا بكر فتركت أن يؤن الله عز وجل يكافئه يوم القيامة إن أبا بكر وزمان خطص هذا صحابي الجليل أبا بكر فبكى أبا بكر فقال أبو بكر الصديق فقال له رسول الله لا تبكي يا أبا بكر لا تبكي يا أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر عليك رجل شد الجن الصديق للخليل الخليل هو أحب الناس إلى الشخص لاتخذت أبا بكر حديث متفق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أيها الناس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من كنت قد ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه ومن كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه ومن كنت قد أخذت ماله فهذا مالي فليأخذ ما شاء. الناس من الصحابة والنيو كثير شهما أدي كان لها زيخ والنيو بيشيخ سندريهم شرنا أدي تتاس أدي سكار أدي ستار والنيو من يشهما بس يعجب أدي زيخ النهار. هكذا نتعلم حتى يلقى الله ولا ظلم عليه يوم القيامة. الإنسان قبل أن يلقى سلام بالعالمين أن يلقى سلام بالواقع وشدت على ذي الشنشة ردي الهاد ردي المال سواء معنويا أو ماديا صفاء أخي الكريم قبل أن تلقى الله. هذا رسول الله ما توا الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يجن حاشا ما توا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا ما توا رسول الله يكسيشن تميلي شيء يجن حاشا ولكن رسول الله يذكرنا أننا لا نلقى الله حتى نبرئ ذمتنا من كل حقوق العباد قواسم رمى الراحة بارنا إفادة الذمة مش بارنا الذمة مش أخي الكريم. هذا رسول الله يعلمنا قام أحد الصحابة اسمه عكاشة لكي يجري الناس يا رسول الله ضربتني يوم بدر ضربتني في بعود بعصا فأريد أن أقتص منك يا رسول الله الناس في ذي جمعة بدر عز وجل يا رسول الله الناس قم يا عكاشة وأعطوه ذلك الصوت ليقتص مني. فقال له يا رسول الله شو بس نزل الناس يا رسول الله لمن يفتتوا يا عدسي مدعايا ليش يخصص كذا عدسي مدعايا الناس رسول الله كذلك افعل. لم يعرف رسول صلى الله عليه وسلم يوصوا قبول الى السلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له لماذا فعلت هذا يا عكاشة الناس من يهدي ذنبهم الناس نعزوا ان يكون اخر عهدي بيني وبين رسول الله ان يلامس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يحبون رسول الله. دخل فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عائشه تغدي المسجد يقول غير بيت عائشه فدخل عليه عبد الله بن عباس فقال له انك لتوعك يا رسول الله ان ذلك الاجساس اسوسي نستدرك تمسي يا رسول الله. قال لك الالم يا رسول الله ما انتش لك الالم تمسي يا رسول الله قال لك تمسي الطرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اجل اني اوعك كما يوعك رجلا رجلان منكم إن قاش داير حريق إلا يكسي درين الزيون قليل الآلام إلا يكسي درين الزيون. هذا
صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى إليه إصابة بالعين الشر مرض، حتى الشوكة أسنى المرأة يذي أسنى سيئة بالعين قاعد بحقيقي السيئات. وإني لنتجه المرض فليحمد الله وليعلم بأن المرض طهور إن شاء الله، سيئة بالعين تكسر السيئات حتى تلقاه وأنت طاهر إن شاء الله. ثم أقعده المرض فلا يقدر على الصلاة ولا يقدر أن يقف على رجليه. صحيح رسول الله اجتاز المرض واسمه الزمد الصحابة. دخلت فاطمة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الجسد يقوم فيقبلها في جبينها، تقول إذا فاطمة الثاني كات الصدر نعم يواسي كاشا وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وركب أباه وركب أباه. من يريد بابا هارا؟ من يريد من مصيبا هارا التي أصابت أبي؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بنته تبكي وتصرخ وتقول ما كرب أباه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. زنهار بمن تمر وخست إيشا، زنهار بمن وخستهم الألم، انتهى عهد الألم والتعب. رسول الله 23 سنة تيسوا ادعيوا بقى الإسلام، 23 سنة انتقن خسروا رسول الله عليه وسلم، 23 سنة انتقن خسرا، 23 واجمي واسكين صلى الله عليه وسلم انتقن خسفرا انتقن خسرا. كنت سيزن نسيلة إلى النزقذان أعزين السلم صلى الله عليه وسلم للحال. كل ذلك لأجل أن يبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. انتهى الألم والتعب والكرب يا فاطمة. ثم قال لها: أذنوا مني إن في فاطمة قرب غائب. فتكلم في أذنها فضحكت فبكت، ثم تكلم فضحكت استوز مجن ثرو، ثم إن استعرض عود استوز مجن ثرو عائد تحرش الناس اللي يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس بين بيجوا مع تحرش بيجوا بيجوا مع ثرو بيجوا مع تحرش، الناس اللي هنا قرب الناس فقد آتاني جبريل وأعلمني أن أجلي قد دنا وسأفارقك يا فاطمة. إن زدار جبريل هذا أجلك يا محمد. فبكت ثم قال لها: أذنوا مني قالوا باري إن اسم الجن يا فاطمة قد شنت زوات الميت بيس لواني تلقي سعب العالم. ففرحت لأنها ستلقى رسول الله، ستلقى أباه بعد، ولم تعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6 أشهر فقط. فأخبرني أن أجله قد حال فبكيت. هذا ما أحست به فاطمة لما رأت أباه يتألم. وفي اليوم 12 من هذا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم 12 من ربيع الأول وهو آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم، قام فجرا كرافجة يعطي جنس ستار تولي جنس ستار جمع الوقت، جاء تمزيد البيت عائشة رضي الله عنها فنظر إلى الصحابة وقد اصطفوا صفوفا لصلاة الفجر، فنظر إليهم وابتسم إذ اختلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا لما رأى الصحابة قد صفوا قد استووا في صفوفهم لأداء صلاة الفجر. رآه أبو بكر فهم أن يصل الصف، إذ مثل أبو بكر إن الصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع إذ ابتسم إلى حديث الغد فإن صلى الله عليه وسلم مكانك. صحابة المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكاد، فحمر الناس رسول الله قد عفي من مرضه، ولكنه آخر نظرة يلقيها رسول الله على صحابته في ذلك اليوم، ينظر إليهم وتركهم على عهد الصلاة، يجن على عهد الصلاة، ينظر إلى الصحابة الذين طالما ربهم، الذين طالما جاهلوا معهم، الذين طالما وقفوا معه في السراء والضراء، الذين أنفقوا أموالهم وأنفقوا أنفسهم وأولادهم وأراضيهم في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليهم وابتسم صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى بيته ووضع رأسه على
صدر عائشة رضي الله عنها. إجي يزجف خدمة عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: توفي رسول الله ورأسه بين نحري وبين نحري وصدري. يعني جاء استزجف رضي الله عنها خلمان بن رضي الله عنها وهو يجود بروحه وبنفسه إلى بارئها. وماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ومن استحسن عن صلى الله عليه وسلم لسكرات الموت، هذا رسول الله قد عاش سكرات الموت. ثم نصب يده ورفع يده إلى السماء وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت له عائشة: خيرت فاخترت والذي بعثك للحق. قيس استخدامك سبب العالمين في اختار لقاء الله. خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. ثم سقطت يده. قالت عائشة: فعلمت أن رسول الله قد مات، فعلمت أن رسول الله قد مات. هناك انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين. أستغفره يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي بعده. ثم انتقل الخبر إلى الصحابة، يخبر الصحابة. فمنهم فأجهشوا بالبكاء، فتنزيل الأمر مارس الفور، الكل يجهش بالبكاء لما سمعوا أن رسول الله قد مات، قد فارق الحياة. هنا علي بن أبي طالب قيل أنه لا يقوى أن يقف على قدميه. علي بن أبي طالب عثمان بن خلاص. أن عثمان فقد هام وقد فقد كأنه فقد عقله، يجوا ويمشوا ويريد القنش. أما عمر يسسف مثل القوم، قال إن محمد مات ضربت عنقه. قول غير محمد يموت أسكسريري، محمد لم يموت، محمد ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى من قبل. أما أبو بكر الصديق فقد ثبته الله تعالى، ذهب إلى رسول الله، رفع كشف على وجهه فقبله، فقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله إن الله قد كتب عليك موتتك، فقد ودتها يا رسول الله، قد ودتها يا رسول الله. فقبله. ثم خرج إلى الناس وقال لهم: أيها الناس، من كان يعبد رسول محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال عبد الله بن عباس، وكأن الناس ما قرأوا هذه الآية. إن عبد الله بن عباس الآية يقنع ما صوته. ثم قال عمر: لما سمعت هذه الآية علمت أن رسول الله قد مات، علمت أن رسول الله قد مات بهذه الآية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فإن الله فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية لما قرأها قال عمر: وكأني لم أسمعها من قبل. فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وكان الصحابة يريدون دفنه، فقال أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن رسول ولا نبي إلا في المكان الذي قبض فيه. إن سرير الرسول صلى الله عليه وسلم كسرير النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق: إن سرير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي من يغيمه من يغيمه. أي رسول مات في أي مكان دفن حيث قبض عليهم صلوات ربي وسلامهم جميعا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوني، كفنوني، ثم أخرجوا عني ساعة. الناس خمري رأيكم الكفن، خمري رأس الشعبن، خمري رأيكم الكفن، فقد خرج ساعة، فإن الملائكة تصلي علي. ثم فليدخل آل بيتي فليصلون
علي، ثم الأنصار، ثم المهاجرون، ثم عامة الناس، ثم النساء، ثم الرجال، كلهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه، قال أنس: لما كان اليوم الذي حل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، إنما أنس ناضي في سر الرسول صلى الله عليه وسلم زمت على المدينة لمدهاجة، إنما أنس أضاء من المدينة كل شيء. إن استيزن النور تعمى المدينة النور بإذن الله، الكل مضيء، الكل تلألأ، القلوب والوجوه ونحو الدنيا كلها أضاءت بنور الله تعالى وبنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولما توفي رسول الله أظلم منها كل شيء. نبي موسى الرسول صلى الله عليه وسلم في نور الترام إن سوات غيره في تلك في ذلك اليوم أظلمت المدينة كلها. كذلك أخوتي الكرام، مررنا في الكون جل عزيز كذلك يحس بهذا الإحساس. فهذا رسول الله اختار لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأعد للقاء ربه. هكذا انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أوردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شبابنا ونساءنا وشيوخنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الكثيرة لنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. إجن الشاب يدعونا يدعو منا الدعاء، مقبل على البحث عن العمل، فطلب منا الدعاء، فنقول له: اللهم يسر عليه، اللهم يسر عليه، اللهم اقض حاجته، اللهم اقض حاجته، اللهم حقق آماله يا رب العالمين، وحقق آمالنا جميعا، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا يا رب العالمين. ملك المغرب، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم أيده ببطارة صالحة ناصحة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.